ليبيا وفي بيولا وانت قصص الليل في حاجه رقم تتقلق. انا لو انا عندي دي اولاد كلكم عندنا كده اسمها كويس. اللي عندنا هنا كده قلنا ايه؟ ادي عظمه اسمها تيبيا. واللي جنب التيبيا دي عظمه اسمها ولاد تيبيا. والخط بتاع الصوليا لاين هنا في برد لاين وهنا في كده. مين من برين اسمه؟ انت قصة برين. عايزين اورجن. تاخد اورجن من ايه يا جماعه؟ من لاكو بلاتيليا. تحت الصوليا لاين لاكو من البلتيكال لاين يبقى ده اورجن. يبقى لاكو بلاتيليا تحت الصوليا لاين لاكو من البلتيكال لاين كده ميدل كده لاكو. ومن الباكو فيبولا ابر تو سيرفس. ومن الباكو ممبرين اسمه انتركوسياس ممبرين. عايزين اورجن بتاع العظم اسمها كالكوسيف. ايه الاورجن بتاع العظم بقى من تيبيا وفيبيولا انت قص ممبرين. الكتاب نسي الفيبيولا هتكتبها غصب عنك ده مش اختياري. فبالتالي بنقول ان الفيبيولا منين؟ ابر تو سيرفس وباك اوف فيبيولا. يبقى العظم بتاخد ابر تو سيرفس وباك اوف فيبيولا وباك اوف تيبيا ابر ابر يو بي بي اي ار ابر تبع منك تعمل ابر ابر تو سيرفس او ذا باك اوف فيبيولا. انت بتختار ده ليه طيب الكلمه ما تعملش كده؟ عايز انت تقول ايه؟ ولا عايز تسال ليه والله انا بتخبط؟ اصل انا جاي من مشوار متاخر فيه في القسم هنا كنت فيه في حاجه من الاسم كده يعني شرحيه ميت يعني عادي ما يعني يبقى إيه رقم سمينا تجاري بس ايه؟ ده في كتير لسه عندنا كتير بص الناس معايا احنا سميناها تجالس طبعا من ابر تو سيرفس باك اوف فيبيولا من باك اوف تيبيا تحت الصيليا لاين ميديا للفيرتيكال لاين من الممبرين اللي اسمه بلاد انت اوسياس ممبرين لا تحت فيرتيكال لاين. العضله اللي سميتها هي تجالس. العضله اللي بتعمل تاند ونيتش والعين بارز بلاد لما كده ورا الميديا سواحل. طبعا هيعدي تيجي للتراكيا اللي اسمه فليكسر. اللي جاي بقى تسيبك كويس قوي لان هيفاجئك ثلاث اربع حاجات في الطريق. فين الشاهد؟ انا ولاد. اوكي. انا ولاد يلا. فالناس اللي بتسمع ولاد تقدر تسمعني ايه بقى؟ عندنا في ليجامنت اسمه دلتويد ليجامنت. وليجامنت اسمه سبرينج ليجامنت. الدلتويد ليجامنت دوت هو الميديا ليجامنت بتاع الانكل جوينت. فبنسميه دلتويد ليجامنت. وفي ليجامنت اسمه ولاد سبرينج ليجامنت. هنسمع كويس قوي لما نخرج الشطار ما تسمع قد ما تقدر. تعالوا نشوف مع بعض كده يا ولاد. اللي عندنا هنا كده سبرينج ليجامنت او بيسموه بلانتر كالكيني ولا بيك كده بيستخدم كلمه سبرينج.
بحكي عن جون بولكي كده فيه يقدر يستحمل يعني. فالليجمنت ده اسمه سبرينج ليجمنت. اسمه ليه سبرينج ليجمنت. الليجمنت حاجة ده سميته ليه ديلتويد ليجمنت. يبقى ده اسمه سبرينج وده اسمه ليه ديلتويد. سبرينج وديلتويد. يبقى ده مرة تاني لو ده سبرينج ليجمنت يبقى تاني ليجمنت ليه ديلتويد ليجمنت. الناس هتسمعها كويس قوي قوي هتسمعها كويس في الجاي. اللي هنا دوت ما ننساهوش لما ناخده ده سستيكلوتراي دي نافيكيولار بون وده ليجمنت بتاعهم اسمه سبرينج او سبلانتر كاركيني نافيكي. العلاقة الميدال ساك بتاع الانكل اسمه ديلتويد اسمه ديلتويد اسمه ليه ديلتويد. طبعا الصح يا بقى اسمعني كويس قوي. احنا عندنا ديلتويد المنظر ده انا اللي عامله ما شاء الله عليك. بص عليك الديتر الاخضر ده هو بتاع اتجاه البوستيريور والاحمر ده الديجيتورا ودي هالف. تنزل اتجاه البوستيريور يعمل ايه؟ ينزل من هنا ويمشي ورا الميت ده الملت ويعدي على الليجمنت ده اللي هو اني ليجمنت بلاد دلتويد ويمشي اباط الليفل بتاع السستيكيولا التلاي وبعد كده يخش الفوت مش تحت اني ليجمنت بلاد سبرينج ويخش الفوت. يبقى بتاني الكرسي بتاع التندون تاني مش زي التندون دوت هيعدي ورا مانيولس اسمه ميديا. طبعا هنا بيبقى مغطي بالتراكيا مين التراكيا اللي مغطيها اسمه فليكسر. بعد كده يعدي على سطح الليجامنت ده اسمه دلتويد ليجامنت ويخش تحت الفوت يمشي تحت ليجامنت اسمه سبرينج ويخش في الفوت. يبقى تعالى نسال سؤال العضله دي سميتها بلاد تبيانس بوستيريور. الكرسي بتاع التندون بتاعها عشان هنقراها مع بعض دلوقتي عدى ورا اني مانيولس ميديال مانيولس واحد وراح على الميديال سايد لقى ليجمنت واقف مثلث اسمه دلتويد عدى عليه. هو بيعدي عليه عدى اعلى من الليفل بتاع حاجه اسمها سستنتيكيولار ترايك. لو حد ذاكر المحاضره اللي فاتت الفليكسور هانس لونجس كان بيتاتش تحت واخر السنه في الشفوي هسال الثلاثه تندو ماشيين زي جنب السستنتيكيولار ترايك واحد رقبة واحد بيلو واحد ميديال. فالنهارده بنسمع الاباب دلوقتي اللي هو بتاع مين؟ تبيانس بوستيريور هيمشي اعلى يخش الفوت يلاقي ليجمنت اسمه سبرينج يجي يتمشى تحته شيء. لما يوصل الصلب ده فوت يبقى في الفرصه ايه؟ احنا قلنا الفوت بتاعتنا فيه كام ليله؟ اربعه. يوصل في الفرصه يعمل ايه بقى يا ولاد؟ الناس اللي صاحيه على عين النور معلش زكي اكيد اخر مره خليك ترجل. قالوا ولاد بس ما تصدقيش قالوا ولاد لو عرفت الفوت من تحت الفوت ده بقى البصيره من تحت. لو بصيت على الفوت من تحت يا ولاد طبعا كلها طب الاقي المنظر عامل كده. الصابع الكبير ده الفوت من تحت والسكن والثور والفرس والفرس دي الفوت من تحت. الفوت من تحت بصيره من تحت دي اول متطرسل وثاني متطرسل وثالث متطرسل ورابع متطرسل وخامس متطرسل. ميتال كينفورم انترميديت لاترال كيوبوري كان عليها جروب في البريميرز لونجس. في نافيكا الكاركينيا دي تبقى كلها باينه كده والسبتكتكلاي حته صغيره قوي من التيرس تبقى باينه. المنظر دوت انا بص عليه من تحت. لو حد واقف وانا بص على الفوت من تحت وقال لي في ليجامنت بيجي من السستنتيكيولار يروح للنافيكيولار يشيل التيرس كده اسميه ليجامنت دوت سبرينج ليجامنت اسميه ولاد سبرينج ليجامنت. الميتال اند بتاع الترابل بتاعت ايه يا جماعه؟ النافيكيولار اسمه نافيكيولار تبروستي. انا عايز اقول ايه بقى؟ عايز اقول ان التكتم بتاع التكالس بوستيرو داخل الفوت هيمشي تحت الليجامنت ده يمشي تحت انت بص من تحت يبقى ماشي تحت ويتقسم لارج بار يروح للنافيكيولار تبروستي اللي هو الميتال اند بتاع النافيكيولار بول. لارج بار يروح للنافيكيولار تبروستي. لارج بار يروح للنافيكيولار تبروستي. لارج بارت يروح للنبيك بروست حلو قوي والبارت الثاني لا يتقل صغيره روح للكاركينيوس نافيكيولار نافيك الميدال كينفورم انترميديت لاترال ليكيوبويد لتاني متطرسل تالت متطرسل رابع متطرسل. يبقى العضله دي نسخت النبيك والانسكشن بقيته دوت اتقسم راح لمين بقى؟ لكل تي اكسبت تي كل تي اكسبت تي كل الترسلز ما عدا التيرس. تعالوا نتفق على القانون التيرس نو ماسل اتاتش انت لا اورجن ولا انسكشن.
مش كل لغات الدنيا تكون لغات القيامة. الفيروس نو مصر اتنشن، لا اورجي ولا انسرشن. فعمر ما دخلت الفود انتشرت الدين ميتال بار ولا تربا. الميتال هو من انسرشن، راح النابيكلر في بروست اللي هو الميتال اند بتاع النابيكلر. حلو قوي القصه دي. الكولاترال قالوا ده بينتشر. الفرش في الفود راح لكل التارسنت بول اكسبت تي، كل التين اكسبت تي، وكل الميتاتارسنت بعد واحد وخمسه. كل من 13 بعد 1.5 يعني 2 و3 و4 ايه الانسبشن بتاع تجاه الكوستير؟ نقدر نحكي مع بعض ولا لا؟ يبقى تجاه الكوستير خدت اورجي منين؟ مش ازاي انسبت ازاي؟ من غير ما نبقى زعلانين قوي. منين تجاه الكوستير؟ طبعا من التيبيا والتيبيلا والانتر اوسيس مبرين. التيبيلا ده كمان العضله اسمها ايه؟ تبيالس كوستير. اسمها ايه؟ تبيالس كوستير. بعد كده العضله تمشي ورا اي مانيلاس ورا الميديال مانيلاس، مشت ورا اي مانيلاس ميديا مانيوس. الناس اللي قاعده صاحيه اغلبنا نايم الحمد لله. العضله بتبقى ايه؟ قلب بتبقى من فوق لتحت. اسال سؤال، ده ايه مانيوس؟ 100 مشيت وراه، لازقه وراه على طول عامله جروف. هنا في تندون مركب ليجامنت مسدس اسمه ديستور عدة تحميل بس بتطير الفليكسور بتاعك. دخلت الفوت لقيت ليجامنت تحت التنس اسمه سبرينج مشيت تحت. وبعد ما عملت كده ودخلت الفوت هتتقسم في كام ليجا كام رتل في الفوت؟ اثنين. ميديال ولا الميديال يروح فين؟ ولا هيعمل ايه بقى؟ الميديال نابيكيلار ارتيكولاسيس وده انسرش ولا تربيخ. لكل مين اكسبت مين؟ وكل مين اكسبت مين بقى؟ كل التارسلز ما عدا الميتاتارسلز يعني كل تي ما عدا تي ما عدا التارسلز اللي فيها حرف تي وكل الميتاتارسل ما عدا مين؟ واحد. الكلام ده واصل ولا مش واصل؟ مش واصل. اكشن. لو انت عارفين الاكشن تبقى سلسل. اولا العضله معديه ورا الميديال مانس فتعمل لها بارتريش. تعمل انفرشن ولا انفرشن؟ انفرشن تلبس رجل جوه تدخلها كده. قالت اخر اكشن تعمل ايه يا ولاد؟ تمنتين ميديال مكتوب ده عرش. ازاي؟ قالوا هي مش ماشيه تحت السبرينج ليجمنت وشايلاه شداه كده وهو شايل فوق التنس شايلها كده يبقى حافظوا على اني ارش ميدل بتدن الارش هو ميدل بتدن الارش في الفوت تيرس وكالكينيوس ونافيكيولار وثلاثه كينيفور وثلاثه ميتاتارس. لما تخلي عظم تمشي كده وتشد الليجمنت اللي تحت كده تسنده من تحته اللي هو سبرينج ليجمنت تشده يبقى شد مين العظمه اللي فوق؟ تيرس. يبقى سندنا بيها الجوينت. يبقى بالتالي بسال سؤال، الاكشن بتاع تبيان البوستير كم اكشن عملته تبيان البوستير؟ طب ايه الاكشن بتوعنا؟ بلاد فريكشن ولا دورز فريكشن؟ بلاد احمر دي ولا عادي؟ ماشي. طب انفرشن ولا انفرشن؟ انفرشن اي تبيان انفرشن؟ اعرف من اني اعرفش لو كده مين اللي يقدر يقول لي اكشن اوف تبيان انتيريور اراوند كانت دورز فريكشن بس كنت تعمل بلاد فريكشن وتمد على ميتال انهي ارش ميتال وتمد على كمان ايه انفرشن. يبقى انت لما تذاكر كده التبيالس انتيرو بوستيرو من 5 سنين بالظبط دخل بقى سؤال ديسكرايب تبيالس مسلز. مين التبيالس مسلز اللي كان المفروض تذاكر؟ انتيرو بوستيرو على اورجن انسرشن نرد سبلاي اكشن. اخش سؤال الاقي ديسكرايب مسل انفرشن ما عندناش غير اللي هو مين ومين لما كده تبيالس انتيرو وتبيالس بوستيرو. هسال سؤال صعب جدا وشاطر جدا، تعرفوا ايه يعني تبيالس بوستيرو؟ واخد اورجن منين؟ وفيبيولا وانت اوسياس ميبرين. حد فينا يقدر يقول لي التين دول مش ازاي ولا بنعرفش؟ عدى ورا اني مانيلاس ميديال مانيلاس نمره واحد، صح الكلام ده ولا لا؟ وبعد كده عمل ايه يا ولاد لما كده؟ عدى على ده اللي جاب اسمه دلتون، الكلام ده مكتوب في كتاب، وبعد كده هيخش الفوق ويمشي في الصور اوف ذا فود في انهي لاير في الفورس، وهناك يتسال كام بار؟ اثنين ميديال ولا الميديال روح فين ولا تروح فين؟ الميديا نافيكال تروس ولا تعمل ايه لما كده؟ كل التارسلز اكسبت التانس وكل الميتاتارسل ما عدا واحد. مين العضله اللي بتاخدها دي اسمها تقل؟ نرفس بوستيريور تيبيا نرف عادي اكشن بقى عايزين اكشن. ايه الاكشن بتاع العضله دي؟ بلانتر فليكشن. وتنتين عندي اخ ميت. هل الكلام ده واصل ولا مش واصل؟ العضله صحتها بليل تبيان بوستيريور اسمها ايه؟ تبيان. لو حد فينا بيعمل اكشن الثالث في العضله اكشن
بيقول انها بتحافظ على ميدان بتون الارض لانها بتسند ليجامنت اسمه ليجامنت الموجود اسمه سبرينج ليجامنت اللي هو بلانتر كالكينيو نافيكيور. الاكشن الثالث بتاع الفيبيال القصير مكتوب انها بتعمل ايه؟ بتسند ليجامنت. مين الليجامنت دوت؟ سبرينج ليجامنت اللي هو تحت التيرس. شايل التيرس كده شايلناه، هو شايل التيرس وشيلناه من تحت ونسند واحنا نسندك. مش كام دلوقتي العين ده تقيل لما كده طلبوا كلهم تبقى عضله اسنان. تيجي بقى الفليكس الدكتوره عشان تشيل ما تقعش. فليكس الدكتوره هنوجد تحت اورجن من باكورد داتيبيا تحت السوليا لاين ميديا للفيرتيكال لاين. باكورد اورجن منين بقى يا ولاد؟ باكورد داتيبيا تحت السوليا لاين ميديا للفيرتيكال لاين. الناس الصافيه طلبوا كلهم تبقى بيسمعوا كويس قوي. لو جينا مع بعض بص يا ولاد بقى الناس بتسمع بص يا ولاد بقى شلنا النور بقى ولاد كده بس مش جامد ان شاء الله. طبعا جامد انت برضه مش والله لو دخل كل الطب وذاكر لازم ان شاء الله باذن الله نذاكر انفسنا بس لازم نخش الجنه بصراحه بعد اللي اتعمل فيكم تحت النار. فانت مين الجنه بصراحه يعني؟ ايوه ايه ده؟ سيكشن نار ده؟ انت خدت صوره الدكتور ولا ايه؟ ايه؟ صوره الدكتور ده داخلين الجنه داخلين الجنه خلاص سيكشن يعني صعب جدا مش هنخرج لكم الجنه بقى. الحاجات الكويسه لازم الواحد يفتح فيها دي جلسه روتينيس جلسه روتينيس اكيد. يلا يا ولاد يلا شفتوا حاجه لسه ده احنا هنعمل فيكم عمايل بصوا بقى العضله دي ستتها بلاد سوليد واللي دي ستتها بلاتات واللي فوق دي ستتها بلاتات. احنا هنا شلنا السوليس بالرسمه دي بقى لما شلنا السوليس ده طلعت دي مين ديت ومين دي ومين دي بقى دي فليكسور ديستورا بلونجس ودي فليكسور على ستونجس ودي اني عضله هي البوستيريور. استحيل افتكركم مره اقول الديجيتورا بلونجس هتروح الاربع صعبة دول. مين الاربع صعبة اللي راح لهم دول لو ما هي كده؟ اللي هم عباره عن اللاتا كورتوز. تعمل ايه بقى؟ انا لما تيجي عند الميديا المانيولس هي طبعا طالعه من التيبيا تحت السوريا لاين السوريا لاين ميديا للفيرتيكال لاين ماشي. هتعمل تنتون. التنتون ده عند الميديا المانيولس تعمل كروس لتجال القصير نفس تبص فوق تبص تحت ديجيتورا يالس. طب وتحت ايه اللي حصل؟ قال التجالس اللي كانت في النص هي اللي بقت ميديا واللي عدت تبقى مين لما كده ديجيتورا والاثنين ماشيين ورا اني مانيولس ورا الميديا مانيولس يبقى ده جزء. طبعا هتخش عديد الفليكسور تحت الناس الصحيه العظمه دي كالكيميا بتصدها من ورا الفوت دي لو انتم متخيلين المنظرة ازاي دي فوت ساقطه كده روح بص من ورا يعني كان الراجل عمل ايه؟ عمل له ليه؟ بالظبط ليه؟ لو تيبيا وفيبيولا هو ده بص لهم من قدام كده هو مسقطهم بص لهم من ورا كده تبقى بص من ورا العضله البارده دي تبقى مين؟ كالكينز وبالتالي عضلاتها تنزل تخش على الفوت فالبصه دي بص على الرجليك من ورا تمام. ايه اللي بيحصل بقى طبعا الصحيين؟ انا عندي اولاد اللي نزل دوت بتحمي عضله تجاه القصير اللي دخل الفروت وهندسه كوميديا متقسم القصه بقيت. اما بتاع فليكسور هارستونجز اللي هيخش الفوت وهينتشر فيه ويروح لصحيح كبير. بصوا الدشتوره ما عملت ايه؟ الدشتوره هو معدي ورا الميتا المانيولس كروس التنتون بتحميه تجاه القصير لما يخش الفوت في السكند لير يلاقي تكتون تاني بتاع عيني عضله فليكسور هاز يعملوا ايه اولاد كروسنج وبعد ما يكروس يتقسم لكام تاني الاولاد اربعه روحوا لكام صعبه الاربع صعبه اي حته الاربع صعبه بيز اوف ذا ديست فيرس بيز اوف ذا ديست فيرس بتاعت كام صعبه يا اولاد اربع صعبه العضله اسمها فليكسور ديجيتورم لونجس. عايز اسال بقى سؤال فليكسور ديجيتورم لونجس مش تتضايق عمل الكروسنج لاخواتها الاثنين واحنا في الليج تحت عند الميديا المانيولس عدت على التندون اوف تبيان القصير ودخلنا الفوت
وهي في فوت ماشيه في السكندليه عملت كروسنج للتندو بتاع العضله فليكسور هاليسوسوكس مش كده لا وبعد كده راحت قلب واتقسمت لكام تندو اربعه تروح بيهم لكام سابع اربعه اني عقله ديست فيلكس البيت بلانتر سيرفيس اوف ذا بيت اوف ذا ديست فيلكس اوف ميديال اوف ذا لاتر فور توث. الناس اللي عندها دم وضمير تسمع كويس قوي تسمع كويس قوي. المنظر بتاعنا ده كده وده دي العضلات بتاعتنا اللي في الفوت اللي في الباك بتاعتها ليه؟ يبقى انا سالتكم سؤال وطلعتوا صاحيين. يبقى انا عندي هنا في العضلات ديت الرسمه ديت الصوره ديت لو انتوا تقدروا تفتحوا معايا كده. المنظر بتاعي كده اكتبوا لي كده. بصوا الولاد دي تبقى قد ما تتضرب. مين التندون اللي جاي بتاعنا دوت راح للسبع الكبير هالوسس ومين التندون اللي هنا ده راح واتقسم اثنين تبيا وكارميل ده تبيا الكوستيريور ومين اللي عدى عليهم ده بتاع بيه اللي هي فليكسور ديجدورا لونجس. الناس على الصوره ديت لو حد فينا صحي عايز اوريكم حاجه كده بس لو صحي تعرفوهم. انا بقول ايه؟ انتوا خدتوا الفوت النهارده في المرشحه؟ خدتوا الليرف والنرفس؟ قضيتوها؟ خدتوا كام؟ 18. بصوا الولاد بقى معايا المنظر دوت دي اول ليرف اللي سمعتها انا في المرشحه. أول ليير في المرشحة فيها أبداكتور هالس وأبداكتور ديش ديميني وفليكسور ديشتورا بريفس دي أول ليير. فليكسور ديشتورا بريفس حتى تعمل انسرشن في الميدل تالتس. الله لو فهمتوا اللي جاي بقى وسط العينين هكبر أكبر 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 أكبر. إيه اللي حصل في التندو اسمه عشان المفروض بيبقى ماشي دي ليه التندو بتاع ديشتورا روح للاخر عقله. فبالتالي دي الليير الاولى دي اي ليير يا ولاد الاولى. الليير اللي جايه اللي هي الليير الثانيه اللي هي فيها التندو بتاع عضله ديجيتورا وعلى فكره بيطلع منه عضلات اسمها لامبريك برضه زي القبر. انما المهم التندو بتاع ديجيتورا راح كده دي السكند لاير. طب لو رجعت كده مين اللي مغطياها دي؟ عشان التندو بتاعة الديجيتورا بتروح للاخر عقله تعمل ايه التندو بتاع بس تخرمها زي مين في القبر؟ كان في ديجيتورا بروفاندس وبرنس ديجيتورا سوبرفيشالز. كانت سوبرفيشالز اسم ومين اللي عدى فيها مين بعد كده؟ بروفاندس. اقروا بقى العضله ديت الطلبه الصحيين ادوني اي كتاب كده ولاد لو معاكم كتاب من كتب الانوار بتاعكم الطلبه كلهم الطب بتسمع معايا كده. من اول الجلد الاولانيه وبعد الثانيه اللي قريبه من العظم بتبقى الفورس ليه؟ كل واحد منهم كتاب بقى ولاد الطلبه اللي بتذاكر كويس قوي. فليكسور ديجيتورا برونجاس طلب الشطار او الاورج فروم ذا باك اوف ذا تيبيا بنوصل لاين ميديا للفيرتيكال لاين. طبعا اتفقنا على كلمه اسمها خلف خلاف عكس سركاس. ايه يعني خلف خلاف عكس سركاس دي؟ يعني لا تكون راح على الصفحه الكبير من التيبيا ولا تكون من التيبيا تروح لاتر كورتوز واللي ما بينهم مين؟ تيبيا الكوسير اسمين على كده. طبعا اسمع بقى قال الاورج فروم ذا باك اوف ذا تيبيا بنوصل لاين ميديا للفيرتيكال لاين. تمام التكتون اوف ذا ماسك بسط معايا الميديا المانيلس لاتر عن التندو بتاع التبيان يعني الاوستيرو وهيعدي دي بالفلكسور تناكلون طبعا يعني ده معناه هنا عمل كروسنج للتندو بتاع مين؟ تبيان الاوستيرو. زي انتر ذا فوت اروند الميديا بوردر بتاع السستنتكتون لاين هيبقى ماشي ميديا ليه؟ مين التكتون اللي مشي اعلى؟ مين التكتون اللي هيمشي اوطى؟ اعلى تجاز واوطى هامسون وهو ميديا. ان ذا سول كروس التندو اوف فلكسور على الزومي نيل ذا تون ذا تندو ديفايدد لاربعة ليفت والباسس فورورد تاور بردين تمبر فريد وبيخرموا التندو بالفريكس والجسور بريز تو بيكام انسيرتد في البيزس اوف ذا تيرمينال فرنجيز اوف ذا لاترال فور فينجرز. مش كده؟ لا يبقى العضله مشت ازاي بقى نقدر نفتيها مع بعض ولا لا؟ واحد عدت ورعاني مانيوس نيل ذا مانيوس عمل كروس للتندو بتاعني عضله تبيان القصير ودخلت دي للفيكس وقلت يا جماعه هنفور هتبتدي لاني طالع حته سستنتيكيولار طلاي وبعد كده تخش لفوق تمشي في منين لمنين؟ من لاترال تو ميديا فكروس التندو بتاع مين؟ تكروس التندو بتاع مين؟
بيكسر الحلس الكويس. ولما تقرب من الساعة ما تتقسم دي كم جزء أو ليل أربعة تروح بيهم لكم ساعة لما كده لا تعرفوا أي عقلة. This defense, stages of the disciplines, تعلقة فور دول. طب اسأل سؤال كده الناس صحية وهي لقب طريقها للديس ديفينس تلاقي عضلة اسمها فليكسور جدورا بريفيس لازم تعمل ايه التندون بتاعها تخرمه عشان تعدي مش كام لا يبقى مين اللي سبليتد؟ بريفيس مين اللي عدت؟ لو ما شاء الله والله لو سألت سؤال الطلبة الصحيين فبنتبين ولاد الطلبة الصح معايا الناس مركزة ولاد نقدر نقول مع بعض كده ادي المنظر بتاعنا افترضنا بقى كده فتوى سعيدة الطلبة الصحيحين. لو بص على الرسمة دي كده وانتوا تدولي كده. قولي بقى وليه؟ فين التجارة القصير في فين فيكس الدستورة في الرومية دي؟ قالت الدستورة. عملت ايه مع التجارة القصير هي عملت له كروسين. وبقيت لها تحليل ورا 100 ملز. دخلنا على الفود. لو حد فينا صحي قوي العظمة دي اسمها ايه العظمة دي وليه؟ كالكينيس. تبقى سقارة تحت على فكرة. مين تندو اللي هيبقى ماشي تحتها ومين اللي يبقى ماشي ميديا ليه تفتكر مين فوقه دي كالكينيس المفروض اللي بيطلع منه هنا بيبقى حاجه اسمها سستيكيولار انطلاق مين هيمشي بيلو ومين هيمشي ميديا ومين هي المفروض يبقى اباف بيلو ده هيبقى مين لما كده هالوس وجنبها تبقى مين ديجيتور واعرف منه مين يا ولاد تبيان فوستيل وبالتالي لو انا سالتكم سؤال ثلاثه محترفين هسال سؤال هل تطرح بالصحة كبير وتتكلس عملت اللي عملته ودي الزرة ما رحمتش عدت على ده في الليل وعدت على ده في الفود ونسبت في كم صابة لما كده أربع صابة حد بينا ده يقول الكورس بتاع التنت ده ولا ما تقدرش مين عضلة تسميتها فليكسور ديجيتورا لونجس فليكسور ديجيتورا يا ولاد لونجس هو ده أرجو منين فليكسور ديجيتورا لونجس بتاعتنا من التكية تحت مين يا ولاد لما كده تحت السوليا اللاين ميديا اللي هي خط الرجل لما كده فيرتيكال لاين اسال سؤال للطلبه الصحيحين قوي 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 نفسي كده كان في رسمه اعملها كده بص المنظر ده كده اولاد ده فوت مين التندون اللي كان بيخش الفود ويمشي فيها من لفه توميديا ومين التندون اللي جاي في الفود واتقسم لجزئين ميديا بارت ولفه بارت اتقسم جزئين ده مين ده مين اللي جاي كده مين اللي جاي كده ومين اللي جاي كده دي تبقى ايه برونيس لونجس اللي كانت بتيجي من الناحيه دي لو حد سرحان ومن الناحيه الثانيه دي تبقى مين تبيان القصير تبيان القصير لما دخلت الفود كانت اتقسمت لكام جزء اولاد اثنين ميديا الولاد ميديا الروح لان تبروس الولاد نبيك لان تبروس والولاد عمل ايه لما كده اتقسم لكل الطقس الطبور اكسبت التيلرز عندنا دكتور فوق السبعين سنه بيسال طلبه سؤال يا ريت تسمعوه بيقول ان عظم الفوت از متحزن متحزن يعني ايه؟ مشدود عليه من ميديا للاتر بتندون ومن لاتر لميديا بتندون وشده كده مين عظم بتندون لو صحيح؟ مين اللي خدته؟ من ميديا للاترال تبقى تبيان بوستيرو هي مش ما عملتش كده بالظبط لما بتتفرع في الفود نقطه كده طب مين اللي خدته من لاترال تو ميديا بريمير فود يبقى لما اقول عقل الفود موجود عليه من ناحيتين مين اللي شايفين عن ايه يبقى لما اسال سؤال اللي حضر محطه سيكشن الارضه كان الفود في تحت في ربانيه كانوا بيقولوا ان فيها توتيندو بتوع اي عضلات تبيان بوستيرو وبرونيس لونج التوتيندو دول اللي زي واحد خد الفوت منين لمنين واحد دخل الفوت منين لمنين لو ما كده اللي خدها من لاترال تو ميديا برينيس لونجس اما اللي دخلها من ميديا وانتشر فيها من لاترال سايت في اي عضله تبيالس بوستي اسمها ايه؟ تبيالس بوستي تاخد سؤال صح جدا بس لو ببص على النجم من السايكل وانتوا هتخدوا فتوى سعيده وانتوا جدعان لو ده سايت تحتيه لو قفلته مره تبقى جدعان تيجي تبص لها من جنب وانت تفتح تبص كده انتيرو كده بوستيرو هنا مين العظمه اللي تفكر دي اسمها تيلرز ومين العظمه دي كالكينيس ومين اللي تفكر اسمه سبسكتيكيولار انطلاق وهنا بتكتب عظمه اسمها نابيكيولار ميديا كيلفورم اللي بتطلع عليه كده هل حد فينا يقدر يمشي تبيان بوستيرو في الحته دي بس اولا هنا بيبقى في كيك متوالي اسمه الليجمنت ده ديلتوريو وعندنا هنا كده اولاد في ليجمنت تحت اسمه سبرينج
اسال بقى سؤال للطلبه الصالحين. الابن اللي عدى ورا الميتا الملز وعدى عند التويت ودخل تحت الفرينج وراح للفوت، ده الابن دول بتاعين ده لما كده يعني مش بصين. الابن دول اللي كان المفروض يبقى هي ابن الاولاد بالنسبه له في الاول ميتا وقال له كرسي، وبعد كده نزل كده دخل الفوت ودخل تحت الفيكس والتلاك كده ومش ميتا قصص الكلام طلعت ده بتاع اي عضل دي لما كده سورتش دوره منهم. الدفن اللي قشف للأصل لك ودخل كده ودخل كده مش تحت أي حد أولاد سلسلتي كده براهي أنيسة حاجة مش الطار التلاتة تندل علاقتهم بالميديا الميلس ماشيين تبيان البوستيريو والديجيتورا وهالف. شوفوا التلات صورة دول كده لما تخش بيهم الفوت ترسوم ازاي جاب السلسلتي كده براهي مين أعلى ومين ميديا ومين تحت ماشي كده ولا لا؟ فمش بيهم الترتيب كده اللي قاعدة تبقى مين تبيان بوستيلو واللي جنبه تبقى مين ديجيتورا واللي تحته تبقى مين سيرفر. رجل شكله غسيل انا رقصت مين ابط؟ مين ميدل؟ وتحته؟ هل ايه اللي عشان تكفيش ديجيتورا لونجس بقى؟ رجل شكله غسيل؟ اكيد ومع دي ورا الانكل جوينت تعمله لو انت بتكشف من ورا لقدام تكتين كم قرش؟ ميتك بتزيد ورا لتك بتزيد ورا الاثنين. الاثنين بيقعد من الصابع اربع صابع القرش ده والقرش ده تاثر عليهم الاثنين فتنتين كم قرش لما كده الاثنين ميتك اللي بتزيد من القرش ولتك اللي بتزيد من القرش. هل حد فينا يقدر يقول لي اسماء الثلاث دول اللي هم اسخاف ما غير طبيعي بصراحه انا يعني بكرههم بصراحه الثلاث دول اللي هم مين ومين بقى لما كده؟ انا بفكسر جسور رونجت وفكسر رانس رونجت وتبيان بصير. هل حد يقدر يقول اورجي بتاع الثلاثه؟ مين من التيبيلا ومين من التكيا ومين تيبيا وفيتا؟ هانسس تيبيلا جسور تيبيا ومين تيبيا وفيتا؟ والانتر اوسس ريبريت مش كده لا طبعا هانس روح الصاله الكبير والجسور ملاتا فورتون والتكيا بتصير جميله في الفوت مش كده لا الفاليز في التقاليد جولي اتنشن يعني الكورس بتاع الفوت ده ما شفتوش التحرير من زمن طويل. بالنسبه للغلابه علميا او اللي ما بيقدرش ذاكر قوي ما تسمونيش تحت باب انك مش قادر تحفظ الكورس اتفرج عليه مره في رسمه او اقراها كده وركز قوي على الاوريجن انسبشن مش كده لا يعني احنا دايما الاستاذ زي ما شفت في اعمال السنه انت بتقول كانت ايه؟ اتنشن مش كده لا لو طيب فيرتيكال ولا باري ولا اوبليك يبقى بالتالي يبقى بالمناسبه الصحيه يبقى بحفظ ثلاث عضلات دول بالنسبه للقلب. عندنا في ارت اسمه بوستيريور تيبيا ارت. بوستيريور تيبيا ارت ايه ده؟ مي بي ريتن. مي بي ريتن ازاي؟ نسبته في الامتحانات مش بالشكل الكتير. يبقى عندي ارت اسمه ليه بوستيريور تيبيا ارت. اللي يعرف يقول لي جاي منين ام عندي؟ يلا. الناس اللي بتذاكر كويس تعرف اللي جاي. المصير في الأرض هو لارجر تيرمينال بريدج تربيتا لارجر تيرمينال بريدج يبقى المسألة في إيه؟ العضلة لسه بتاعت الدنيا ريل أدي كيما وعملنا تو كونداين كده والعضلة دي تبقى مينا ريل ودي عضلة اسمها هنا بيبقى في ممبرين اسمه انتر بس ممبرين في خط مائل هنا اسمه ريل سوليان في عضلة هنا كان اسمها بليتيس. ايه اللي بيحصل؟ قالوا الناس اللي ذاكرت البوبليت ار 3 كان بينزل لغايه تحت ولما نيجي عند اللور بوردر بتاع البوبليت السفر كان واخد اثنين انتيرور تيبيا وبوستيرور تيبيا. البوستيرور تيبيا يا ولاد بينزل داونلورد ميديا مش فيرتيكال داونلورد ميديا مش فيرتيكال وينزل تحت كده يا ولاد لغايه ما يوصل ورا ميديا مانج ويجيب للفليكسور ريتناكيلر يتقسم ميديا بلانتر ولاترال بلانتر. اي ارض في الدنيا بذاكره عايز له بيجيني وكان قولوا لي بقى بدا فين وبتاع لو بوردر ده حتى اسمع بوليتيكس از لارجر تيرمينال بريدج في بوليتا ارض از ايه بقى لما كده لارجر تيرمينال بريدج في بوليتا ارض بوليتا ارض في تسمتين انتير صغير انتير كبير. البوستير بتاعنا ده بدا عند لو بوردر بتاع بوليتيكس مهم جدا ان نزل داون نورد اند ميتيال وراح ورا الميتيال مانيوس دي اللي بتتحكم اسمه فليكسور وهنا يتقسم الاثنين ميديا بلانتر ارتري ولاتر اللي انت سمعت عنه في الفوت النهارده. يبقى مره بتتاثر سؤال بدا في من ارتري بدايته لور بوردر بتاعت اسمها بليتيز بلاش
وبيجي في الارض. طب نزل ازاي؟ داونلود اند ميت. داونلود اند ميت حلو قوي. لما نزل داونلود اند ميت روح ورا اني مالي بس ميت المانس. ولما روح ورا ميت المانس دي الفيكسر تراكتر هتنسى في كام واحد اولاد اثنين. واحد بسميه ميديا بلانتر والثاني بسميه لاتر. ده من الارض هنا سميته اولاد بوستيريور. البوستيريور الارض بتعمل اولاد ثلاثه بدايته ونهايته. عايزين له ريليشن. ماشي جنبه نيرف اسمه تيكال نيرف. التيكال نيرف ده بقى عامل ازاي؟ امتداد التيكال بتاع تطبيق البوستيريور تيكال نيرف. الناس اللي بتبص معايا على البورد كده لو كده ميديا وكده لاتر. في الكمبيوتر القصة التيجي نيرف كان لاتر للأرتري والسوبرفيشال للأرتري وميديا للأرتري. أكيد زي كده كده تيجي مع الكمبيوتر صح؟ ولا غلط؟ حتى قلنا بالنفط ما يمشي مش كده بقى كان لاتر سوبرفيشال ميديا. ده مين نيرف ده؟ تيجي في الأمر بارت بتاع الكمبيوتر القصة بيبقى لاتر للأرتري وفي نص القصة بقى إيه سوبرفيشال وتحت بقى إيه ميديا. وكان دايما بينهم البين اللي اسمه بوبليكا. العضلات لما ينزل من فوق لتحت يوصل لغايه اللور بوردر بتاع عضله اسمها بوبليتيس. لما يوصل عند اللور بوردر بتاع البوبليتيس ينتهي ويكمل يبقى اسمه السيروتين. هو نادي البيرد. عشان نادي البيرد كان يبدا ميديا للارض والسوبرفيشال للارتري وينتهي لاترال للارض ويتقسم في اثنين مش كده؟ يبقى احنا نوصفه نقعد نقول ايه؟ التيجر كان لاترال سوبرفيشال ميديا. ونرجع مع البوستيريور تيكال ده ميديا سوبرفيشال. هو حقيقي ان انا ماشي في الدنيا مين اللي عمالين يلعبوا هم الارترز. الارترز دي تخيل كده وابنه رجع كده مش كده لا ونرجع ماشي في الدنيا. وطيب هو بيذاكر مع الشيطان بالليل القرف اللي بيحصل ده كما هو كان لاترال بقى ميديا ويرجع من ميديا سوبرفيشال لاترال ويبقى بيشتم في النرف والنرف غلقان واللي بيلعبوا هم مين هم كده هي اللي عماله تجننه مش كده لا هو شويه شويه ما تفضلش تذاكر يبقى بتجري تاني وتخلي الارض دي غلابه من غير بنفسه. واحد نازل مايل جاي من الصاي وعايز تدي فرنش يروح للليك قدام فمال وانت الانتروبيا. والتاني نازل مايل عشان يعرف يخش النيل ورا الميديا المالوش يعني الانجل الفود. فطبعا الناس غلابه كلها انما ان جنرال عايز اسال سؤال الطرف الصحيين مين النرد ده؟ بصيرت في النار والارتري بصيرت. هل حد فينا ده يقول بصيرت في الارتري 2030؟ لو الفرصه بتاعت الاسماء والبيتيز ده بيرج من انهي ارتري من بوبليتا وانتهى ورا الميديا المانيوس دي اللي بتتاكل اسمه فليكس وبتراك بتحصل من كام بريدج اولاد اثنين ميديا بلانتر لاتر ايه علاقته بالنار؟ النار بلاتر سوبرفيشال ميديا اعتبره ريفيشال ميديا سوبرفيشال سوري ما عادش كويس ان فاكر الله عايزين بقى نحط له ريليشن في الابر بارت الارتري اتربط بعضلتين ونام على عضلتين في اللور بارت بتاع العظمه اتربط بالجلد ولما ينام على الانكل جوينت تحطيه بالفليكسر عايز بقى السوبر ريليشن نبص مع بعض كده تطور ازاي لو جينا مع بعض هنا كده ولاد هدوء شديد جدا العجلة ده ولاد العضلة اللي سميتها حد مين فيمر والعضلة اللي سميتها ولاد تيبيا وده عضلة اسمها تيبيا والخط ده اسمه سوليا مايل وده خط اسمه ولاد بيرتيكا مايل هسألكم سؤال لو انتم مركزين هتجاوبوه مين العضلة اللي كانت بتاخد اوريجن من تيبيا والفيبيلا وانت نص ممبرين تنزل كده اللي هي الجسم ومين العضلة اللي جنبها دي كان اسمها فليكتور ديجيتورالونز وعضلة كان اسمها فليكستور هارستون. اسأل سؤال لو انتم صاحيين. الأرض اللي انتم بس سميتها ولاد بوبليتا الأرض. البوبليتا الأرض لما نزل هنا اتقسمتين أنتير وبوستير. البوستير أول ما يمشي يمشي العضلة دي، مين العضلة اللي في النص دي؟ البوستير. ولما ينزل تاون دي ميتر شوية يمشي العضلة دي اللي اسمها فليكستور ديجيتورالونز. ولما يكمل تمشي على عظمة التيج. طب ايه لكن هنا في تايم اسمه انكل جوينت؟ يمشي على الانكل جوينت من ورا يبقى مش من ورا الانكل جوينت تمام ولما يجي على الانكل جوينت هنا يتقسم لميديا بلانتر ولا هنا كده ابريليشن هذا السؤال ايه ابريليشن؟ وهو لازم من فوق لتحت اول حاجه مش على يمين لما كده تبيان السير وعشان مين؟ دي رحله الشتاء ممكن نكمل مش على عظمه التيج
وبعد كده لسه على الانكل جوين. في الابر بارت بننام على عضلتين تتغطى بعضلتين اللي اسمهم يبقى شط. مين العضلتين؟ انا دكتور اكيد عضل اسمها سوليس، عضل اسمها جاستروكينيس، والاثنين كده كاتبين عليه دي السوليس وايه يا جماعه وجاستروكينيس. في الابر بارت لما ينام على الفيل يتغطى بسكين وفشل، ولما ينام على الانكل جوينت بتغطى بريتناجيولم اسمه فليكسور ريتناجيولم، عارف لون الايشن. لما ينام على عضلات اتغطى، ولما ينام على عظمه اتغطى بجلده، ولما ينام على الانكل اتغطى بفليكسور ريتناجيولم، عارف السوبرفيشال ديبريشن. مين السوبرفيشال ديبريشن بتاعته؟ يبقى نقدر نقول مع بعض لما بدا اللور بوردر بتاع عضله اسمها بلانكتون اضر. مين عضله اللي ماشي عليها؟ تبيان الكرسي. وبعد كده جيتور اللمز، وبعد كده يمشي على عظمة الكوعي ملها كده وبقت باكت عين. وانا نايمه فوق العضلات اغطيت جاستروكينيس وسوليس، لما اغطيها نايمه تحت تعالى اغطيت فجأة. لما يذكر الانكل جوين بدرجة بتاكلم اسمه فليكسوري تاني. هل حد فينا ده مين ارض ده؟ بطيله وديه مش معاكم زي اي ارض منهم. اسال سؤال بدا فين؟ لو البوردر الام بوبليتيكال جاي منين؟ من البريكيال ولا من البوبليتيال؟ بوبليتيال ما شاء الله والله. وانتهى عند الهيد ولا عند الانكل جوينت؟ انكل جوينت وراه ولا قدامه؟ وراه. من دلوقتي بتتذكر اسمه فلاتر وكم برانش في الاخر؟ اثنين ميتا بلانتر ولاتر. طبعا الارض ده برانشات كتير قوي. البرنشات الارض دوت تتعامل مع خفاص اثنين اولا اثنين ترمينال برنش شغال، اثنين ترمينال برنش محدش يقدر يقبل اللي هم مين ومين؟ ميتا بلاد تكبر. واثنين للنصابين. اي عيل في سنه اولى تسال ايه؟ تبني العضلات ونيوترال تريتيبو. لما تروح النهارده لما تبص على من ورا ولاد من ورا جنب السوليا لاين هتلاقي نيوترال فورمي ممكن تدخل سبع فيهم مش قوي كده. حته نيوترال فورمي جبار قوي الناس اللي مخلصين. يبقى الارتري اداني نيوترال تبانش للتيبيا وهيجي ماسكول العضلات ما حدش مضطر. يبقى النيوترال تبانش خش التيبيا وزاد ماسكولار برينش. التيبيا ولاد اللور سيرف اللور سيرف قدام ورا جنب مفيش مصر اتاتش خالص. ميديا سيرفس مفيش مصر قرب بخ. عضلاتك كلها لا تشتغل جدا. طبعا الزكي بيزس العظم ياخد بلاد سفاير البريوستيا، والبريوستيا لما تبقى لازقه عليه عضلات كتير يبقى ريتش بالبلاد سفاير وبالتالي ينزل عظمك كويس. فالتوبيا لقله عدد العضلات لازقه عليها لازم اديها الارض والمتريال بتاعتها. فين؟ يبقى كل ما تمسك في بيت تاني وتبص على النيوترون فورمين ابقى تلاقي تشوف مع الدكتور حاسس انك كويس بدات الامور تعدي بقى ارجو ما تسيبش دراستك ما عارفين والقعده ماشيه تقول له نيوترون بتاع الدنيا ولا كبير ولا مش كبير او بتقول لك ليه نيوترون بتاع الدنيا كبير قوي مش كده قول له عشان عضلاتك كويسه قليله وبالتالي عشان اعرف اغذيها. يبقى بتعمل تشوف كام رينش طبعا من الارض لغايه دلوقتي عايز اربعه ميتا فرانتر ولا تفرانتر والماسكولات ونيوتن. عندنا برنشين مهمين قوي قوي قوي. لما يجي هو كده هو بتاعته تلاقي يدينا برنش اسمه كارونيال ارض. وبرنش اسمه سكمبريكس تيبيا. السكمبريكس تيبيا لو يطلع منه يلف حوالين النيكوف. وشفت الرسموس اراوند مني. ده اسمه سكمبريكس تيبيا. وايه دي برنش اسمه برونيال؟ يبقى برنشين فيهم كلمه تيبيا. ايه برنشين اللي فيهم كلمه تيبيا؟ هذا السيركمفريكس في بلاد اوبيرونيال. البيرونيال التابوه. البيرونيال التابوه. لما تبص على الجزء حد فينا شافه هتلاقي البوستيريور تيبيال اداك برانش كبير راح يمشي على الفيبيلا من ورا. متحط في الفليكسور هانس دون. لو حد فينا بيسحب الدكتور اللي بيشرح له قول له وريني البيرونيال ده ما كانش وريهولك. الدكتور ده لما بيحبك فعلا هيبدا يعطل الفليكسور هي لازقه فوق.
عشان تشوف البرينيال ارك دي بالظبط بالظبط بالظبط. لو حط فينا شاف في القمر برينيال اتقسم اتنين بصوا بقى معايا البوستيريور فيبيال ارك ده البوستيريور فيبيال ارك ده تحس ان انا بوستيريور فيبيال وبرانش فيه القلب ده وبالتالي جراحه قلب بليتيال بيعمل ترايفوركيشن. ايه ترايفوركيشن دي بقى لما كده؟ رافضين من جواهم يعتبروا برانيال ده برانش. مش كده لا على فكره ده برانش ده كبير جدا. ده ايه اللي انت بتقوله ايه دوت؟ ما ينفعش يبقى برانش من بوستيريور فيبيال مش كده؟ بس احنا اتفكرتهم صادين ده برانش عشان ما تجيش في الطحن تقول لي الكلام ده. يبقى بالتالي لما تقعد مع بابا دكتور اشعه زي بيقول لك غريب جدا يقول لك الكوميديا بيبقى في الاكسنت ايه كانوا بيعملوا ترايفوركيشن؟ ايه معنى كانوا بيعملوا ترايفوركيشن؟ بيت انفيرو تيبيال وبوستيريور تيبيال وبرانيال. بل ان هم بقى بتوع جراحه الطرف الثاني قالوا ايه؟ قالوا اول جزء اللي هو طول 1 انش دوت سميه طبي برانيال ارت. ليه سميه طبي برانيال ارت؟ لو كانوا بيتسع قدين فاهمين؟ كل الكلام ده اللي انا عايز اوصله لكم تكبيرا لحجم البرونيال ارتري مش كده؟ يعني البرونيال ارتري مش فرنش عادي لما تشوفه في عجوز لازم تلاقي ارتري مختلط. اسال ده سؤال الطرف المختلط في مذاكره يبقى ايه برانشات الارتري؟ اسال سؤال دي ده ليتر بلانتر ولاتر بلانتر الاثنين الدانا ماسكولار والنيوتر الاثنين والدانا برونيال والدانا سيركمفليكس بلار الاثنين مش كده؟ احنا ما خدناش البرونيال ما خدناش البرونيال احنا جبنا اسمه بس مش كده؟ ما خدناش البرونيال بكره نخلصه ان شاء الله باذن الله.